اهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم عرضنا لكم بهذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السيدر، المضرب عندنا من المهوغني مثل ما احنا ملاحظين، الزخارف حوالين الشمسيه والقمريات كذلك من الخشب المهوغني، الظهر عندنا خليط ما بين خشب الجوز وخشب الميبل. جميل جدا وانيق هذا العود. عندنا ثلاث ريش ميبل زي ما احنا ملاحظين، ريشتين في الجنب وريشه في المنتصف. الزند والبنجوخ من خشب الجوز بالكامل، المفاتيح من الأبانوس درجة أولى، الزند عياري من هنا بنقدر نتحكم بالدوسر وبعد الوتر عن الزند بكل سلاسة من خلال الشد والرخي من هنا. هذه الميزة أيضا بتحمي زند العود من التقوس مع مرور الوقت. الأوتار عندنا من البيراميد لوت زنفافا. قياسات هذا العود عندنا يا إخوان: العرض 36، العمق 20، طول الزند 19.5، وعرض العظمة 3.8. نبدأ الآن نختبر العود مختلف المساحات الصوتية مثل ما تعودنا دائما. صوت مميز جميل. Thank you.
شكل يكون وضحنا جميع المساحات في هذا العود. خلونا نجي للاختبار الأخير هو العزف عشان نقدر نكمل.